أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. الإنسان يقول لكل إنسان قولا حسنا. هذا هو كلامك، لسانك، عملك، حركتك، سكونك، ردك، أخذك، عطائك، كل حسن. هذا هو الإنسان الذي يعمل هذا العمل. أول شيء يتلقى من المجتمع حسن. صاير تتسلم على الناس، ناس يسبوك، إذا سلمت على الناس الناس يسلمون عليك، إذا سببت الناس الناس يسبوك. إذا جاء إنسان فقمت احتراما له، إذا ذهبت إليه هم قام احتراما لك. أما إذا ذهبت إلى الناس رأيت الناس ما قاموا لك، اعلم لأنك ما قمت للناس. هذا أول وأخير. كان عندك زواج، عرس، ختان، مناسبة، دعوت الناس إلى طعامك، الناس هم يدعوك إلى طعامك. ما دعوت الناس، الناس هم ما يدعونك إلى طعامك. قسم من الناس أكو، خصوصا شباب، أغلب الشباب مو متزوجين، شيء واضح، لكن هؤلاء يهينون نساءهم في ظنهم أن النساء يعني حمير، ساب وعدم اعتناء وإهانة، أحيان بسط. هذا شنو يتلقى؟ هذا يتلقى ابنه يصير كم يوم بعد كبير نفس العمل الولد يسويه يا أبوه، لأن شاف أن أباه سب أمه، الولد هم هو يسب أباه لا أكثر ولا أقل. فما عملته أنت تتلقى جزاءه. فإذا قال لك الإسلام والقرآن وقولوا للناس حسنا لأجلك قال. وأكو فرد خبر جدا جميل، أنه في إحدى حروب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الكفار، حرب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع أن الكفار نفدت أغذيتهم، غذاهم نفد في حالة الحرب. النبي جمع من المسلمين غذاء وأرسل به إلى من؟ إلى من كانوا يحاربوها، كانوا يحاربون الرسول. حديثكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله شنو هذا العمل؟ احنا لازم نقتل هؤلاء. قال ما يخالف الحرب في مكانه، أما هؤلاء بشر وعندهم جوع وعطش فلنسعفهم بالطعام. هذه خطة من الرسول كانت حكيمة إلى أبعد الحدود، لأن الرسول لما أرسل إليهم الطعام كلهم تعجبوا من أخلاق رسول الله. الرسول شلون سيطر على الاجتماع؟ بالحب سيطر على الاجتماع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا إنسان ومعه جيش قليل يتمكن على يسيطر على العالم؟ نفس العمل صنعه علي عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة في صفين. الماء كان بيد معاوية، قال لا تسقوا عليا وأصحابه قطرة، صح؟ الإمام أمير المؤمنين أرسل الجيش، أخذ الماء تسلم منهم. قال نادوا في عسكر معاوية، ألا من يريد الماء فليتفضل يشرب. قسم من أصحاب الإمام أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين شنو هذا؟ هذول الآن منعوكم من الماء والآن تتهم الماء. الإمام قال القاعدة الإسلامية هذا الذي أعمله. فصاح واحد من أصحاب الإمام في جيش معاوية على من يريد الماء يتفضل يشرب. الإمام شلون سيطر على الحياة لليوم بهذه الأخلاق؟ وإلا كان معاوية مو إمام علي بن أبي طالب. نفس العمل عمله الإمام الحسين، هو أعطى أعداءه الماء في قصة الحر، ولما سيطر أعداؤه منعوه عن الماء. الإمام الحسين سيطر أو يزيد سيطر؟ الإمام الحسين سيطر.
300 حسينية في الكويت أكو، ولا تشوف واحد يزيدية. شايف اسم فرش يزيدية؟ فرد مكان كبير وأضوية وخطيب، هذا شنو؟ هذا يزيدية ماكو. لماذا الإمام الحسين سيطر بهذه الأخلاق؟ الإمام الحسين سيطر، ولا اثنان تحاربا، هذا قتل هذا قتل، هذا قاتل هذا مقتول، انتهى كل شيء، ومئة ألف قتل ومقتول يصير في العالم. وقولوا للناس حسنا، هذا كلش مهم، لا تنسون هالكلمة، قلنا كلمة صغيرة هي، لكن يجب أن نطبعها بالملايين ونوزعها في كل مكان، في بيوتنا، في دوائرنا، في إداراتنا، في مدارسنا، حتى على السيارات. قولوا للناس حسنا. قسم من الناس يتصورون يسبون الناس ويهينون الناس وما يديرون بال للناس وكذا ويتكبرون على الناس، هذا الزين؟ أبدا هذا مو زين، بالعكس. إذا أردت أن تسيطر على الناس فإن قلب الناس بيدك. كيف قلبهم بيدك؟ قولوا للناس حسنا. وقلنا مو المرض بس القول واللفظ فقط، ها، عمل، لسان، عين، أذن، رواح، مجيء، حركة، سكون. قل للناس حسنا لزوجتك، لولدك، لأبيك، لأمك، لأخيك، لجارك، لصديقك، لقريبك، هم أيضا يحسنون إليك. شعر يقول: لا يجتني الجاني الذي يجني من الشوك العنب. تزرع شوك وتجتني عنب، تزرع عنب وتجتني شوك، هم أبدا. الكلام أيضا زرع، العمل أيضا زرع، الحركة أيضا زرع. إذا تمكنت أن تزرع في الناس الخير تأخذ من الناس الخير، وإذا تمكنت أن تزرع في الناس الشر تأخذ من الناس الشر. فرد واحد جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخ الرسول من الرضاعة، لأن الرسول ارتضع من حليمة السعدية، فرد مرأة شريفة جليلة، الرسول في أيام طفولته ارتضع منها، وللرسول أخ من الرضاعة وأخت من الرضاعة، اثنين. هذا يجي للرسول، الرسول تلقى تلقي عادي، يعني مثل ما يتلقي ناس عاديين. بعد مدة في قصة جاءت أخته، أخت هذا الولد، شنو يصير من الرسول؟ أخت الرسول من الرضاعة، يعني الرسول شارب حليب من أم هذه الفتاة، هذه تسمى أخته من الرضاعة، واسم هذه الفتاة شيماء. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول قام لها، الرسول يقوم لأحد، هذا كلش عنوانها، خصوصا للمرأة، عندنا المرأة ما لها احترام، خصوصا إذا زوجتك بعد كل احترام ما لها، بس لازم تطبخ وتنفخ وتنساب وتهان، وهذا هو في أمان الله. أغلب الرجال، ما أقول كلهم، هذول ينظرون إلى المرأة كنظرت إلى البهائم، بس للطبخ والنفخ وهذا هو وسب وهالأشياء. الرسول قام لهذه الفتاة احتراما لها، الرسول رسول مو رسول فقط وإنما رئيس حكومة أيضا، أفضل الأمير مثلا يقوم لها فتاة احتراما، هذا شيء ملفت. وثم أخذ عباءته، والرسول عباية عباية، الآن في المسجد هذولا، والمسجد أرض مو مثل مسجدنا، مثل ساحة المسجد، أرض رملية مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذ عباءته ووضعها تحت هذه الفتاة، الرسول قال تفضلي اقعدي على العباية، هذا فرشي يعني فوق المتصور. ويجب أن نعرف، لأن هي أخت الرسول من الرضاعة، فهي كانت محرم مع الرسول، لأن إنسان كما أن أخته النسبية محرم معه، كذلك أخته الرضاعية أيضا محرم مع الإنسان. أشخاص خاصين من النساء محرم ويا الإنسان، ها، مو كل مرأة في الجامعة أو في المدرسة أو في الوظيفة أو في الشارع أو في السيارة حرام الإنسان ينظر إليهن
وهن ينظرن إلى الرجل أيضا حرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني إذا شفت فتاة أمامك شكل سوي غض بصرك، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذا مرأة شافت فرد رجل لازم تغض بصرها، يعني تخليها جوه لتباوع لها. أما أخت الإنسان، بنت الإنسان، أم الإنسان، جدة الإنسان، بيبية الإنسان، عمة الإنسان، خالة الإنسان، بنت أخ الإنسان، بنت أخت الإنسان، زوجة الإنسان، أم زوجة الإنسان، هذول محارم مع الإنسان. أما بنت عمتك حرام عليك تسلم عليها، يوم من القيامة يجيبون هذه إيدك على النار يأخذوها الشكل. أو تسلم على بنت خالتك، أو يسلم يقول خجلت في الدائرة، هي مدت يدها، تخجل من الله مو منها هي شنو؟ هذا تسلم، هذا مو جائز شرعا. سلام، اليد التي تمس يد غير محرم يوم القيامة يجيبوها على النار. إذا تريد ذوق هذا الشيء هم تعرفها، ترمز يقين أكو في بيتكم، أشعل الترمز وخذ يدك عليها، شوف تتحمل حتى هناك. حرام التسليم على المرأة غير هذول اللي ذكرناها ما يجوز، وتباوع لها ما يجوز، وتضحك وياها ما يجوز. ومن فاكه امرأة، فاكه يعني ضحك وياها، تحرم عليه حبس على شفير جهنم بكل كلمة. كم كلمة تكلمت وياها وضحكت وياها أو هي ضحكت وياك؟ شفير جهنم يعني نار مشتعلة، يجيبون يخلوك هناك، يحبسوك حبس هناك على النار، حتى النار تأخذ قسما وتدع قسما. وكل كلمة مو معلوم، كل كلمة يوم يومين شهر شهرين ايش كثر، هذا مو جائز. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما احترمها لأنها أخته من الرضاعة، أخت الرسول يعني محرم مع الرسول. الرسول قام لها إجلالا وفرش عباءته لها، وأخذ في قبالها، وأخذ يكلمها ويضحك في وجهها ويلاطفها. قامت راحت بعد شوية، أنا حاجة قصة شيء، فقامت وذهبت. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهبت المرأة، الرسول باقي، المسلمون قالوا يا رسول الله رأيناك عملت معها فرد عمل غريب، ثم أخوها يجي وذاك ولد وهذه بنية، بنية ما لها محترم حتى في مجتمعنا الإسلامي، بس في مجتمع الجاهلي ما كانت محترمة. إلى اليوم حتى في المجتمع الإسلامي المرأة ما لها احترام واقع، ولهذا يصيرن شيوعيات وما أدري شرقيات وغربيات ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة وجمعية النساء والخرابيط الموجودة. قالوا يا رسول الله عملت معها عملا ما عملت مع أخيها، ذاك ولدها ابنية. قال رسول الله نعم، شاهدني فيها الكلمة، لأنها كانت أبر بأمها منه، يعني هاي كانت تحترم أمها لأن أمها أم الرسول من الرضاعة، يعني الرسول يرتضع منها الأم من حليمة السعدية، لأنها كانت أبر بأمها منه، يعني هي كانت تبر أمها أكثر ممن من ذاك الولد. صنعت مع أمها خيرا، الرسول جازاها بالخير الذي صنعت الخير مع أمها. هاي قصة، هاي قصة واقعية. نأتي إلى قصة رؤيا، وأظن ذكرناها مرة، ولو أن كثير من الأصدقاء ما كانوا موجودين، ولهذا نعيدها. فرد واحد ينقل قصة ومكتوبة في الكتب أيضا، هالقصة في الكتب أنا شفت القصة غير السماع اللي سمعت. يقول فرد ليلة أنا شفت في عالم الرؤيا في كربلاء، في كربلاء شفت في عالم الرؤيا أنا في حضرة الحسين، والإمام الحسين جالس على أين؟ على ضريحة. يقول الناس يدخلون ويسلمون، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله. الإمام الحسين أحدهم يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، يقول وعليك السلام. واحد منهم يقول وعليك السلام ورحمة الله. واحد منهم يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. واحد منهم يضحك أيضا في وجهه بالإضافة إلى الجواب. واحدا منهم يقوم له احتراما.
يقول أتعجب هذول شنو الناس اللي جاي يزورون، ما أدري يعني بالطيف، وإنما أنا كلابالي باليقظة. يقول إجي فرد واحد فلاح، فلاح في العراق هو ياكو، رجل حافي وقال على راسي على عراقي، وفلاح فلاح فتيد فقير ما يتبين من وجه شيء. هذا اجى سلم على الامام الحسين، واذا شفت الامام الحسين قام من ضريحه واستقبله خطوات وقبله، حتجيب شيء، عالم اجى، خطيب اجى، تاجر اجى، كاسب اجى، الامام الحسين كل شيء ما صنع، بس عليكم السلام، عليكم السلام ورحمه الله، يضحك. لكن هذا يقوم ويستقبله ويعانقه، وهي عجيب. انتهى الرؤية بعد. انتهت الرؤية. صار صبح. جيت في الحضرة. انا على عادتي اروح للحضرة. ان شاء الله الاقسام اللي ما رايحين للحضرة لكربلاء. سفرات ان شاء الله لازم يروحون القاهرة ولندن وكذا. اذا رايحين لكربلاء زين. اذا ما رايحين ان شاء الله تروحون. اذا قالوا القاهرة لندن نيويورك كذا. لا لا لا. روحوا لكربلاء زيارة. حتى تتعلموا معاني التضحية والإنسانية والآداب والأخلاق والفضيلة والتقوى. يقول إذا شفت عجيب، علي أكبر إجي صبح الحضرة بالليل، صبح ما إجي. هذا الليل الإمام الحسين سلم عليه. سيد جبرائيل ما إجي، هذا الليل الإمام الحسين قال ورحمة الله أضاف. ذاك إجي الإمام الحسين قال ضحك في وجهه. إجوا 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 اللي بالطيف شفتهم، الآن باليقظة أشوفهم. وإذا أشوف هذا الفلاح مجي، هو نفس الفلاح الذي رأيته في المنام بهيكله وكل شيء منه. فلاح عادي بدوي مجي. هذا هو اللي الإمام الحسين بارحة بالليل قام له واستقبله وقبله وعانقه وضحك في وجهه. قل لا بد هذا فرد شيء. يقول رحت يمه سلام وانت تسكن قال بالجرية. أكو فرد منطقة سيد جبرائيل سيد يدرون، أكو فرد منطقة قريبة من كربلاء تسمى جرية، يعني قرية، أفرض الجهرة هنا، لكن قريبة من كربلاء فرصة 5 كيلومترات بعده عن كربلاء. قلت له أين تسكن أنت؟ قال بالجرية. زين شنو شغلك؟ قال فلاح مثل ما تشوفني، فلاح بستان. يقول قلت له تحب ضيف؟ أنا أجي عندك ضيف. قال تفضل. شكو مانع؟ العرب عادتهم البدويين هذول يحبون الضيوف، العادة موجودة إلى الآن. يقول رحت يمه أشوف هذا شنو من عمل عده. شفت إنسان عادي بس يصلي وعادي عادي عادي، يعني لا صلاة الليل لا بكاء لا تضرع لا إنفاق كثير لا زهد لا علم، عادي عادي عادي. يقول تعجبت، يوم يومين بقيت عنده، هو صحت له قلت له عمي انا جاي عندك استفسر منك فرد شيء، رز اشوف شفت كل شيء ما عندك، انت انسان عادي استفسر منك. وذكرت له قصه رؤياي. قال نعم، ان عندي ام طاعنه في السن والعمر، اني احترم هذه الام. هذا ما تقدر لا على القعود لا على أجلكم الله دورة مياه لا أي شيء. إني ألقمها بيدي، وإني أنظفها بيدي، وإني أغسلها بيدي، وإني أداريها بنفسي. هذا العمل الصالح اللي أنا عندي. وقولوا للناس، هذا مو لازم يكون الإنسان أم، لعل كثير من الأصدقاء يقولون نحن ما عندنا أم، لكن عندك أب، عندك أخ، عندك أخت، عندك صديق، عندك عالم، عندك شايب. الشايب أيضا محترم في الإسلام، شايب هو هذا محترم في الإسلام، يجي شايب في المجلس أو في السيارة أو كذا، شباب قاعدين هالشكل، عم يقوم احترمه، أنت بعد 4 أيام شايب مثله، حتى أولادك يحترموك. وقولوا للناس حسنا، قولوا يعني اعملوا، مو بس قول يعني لفظ. وقولوا للناس حسنا. أكو في الحديث إن من مات أبوه وأمه يتمكن أن يبرهما بالإنفاق عنهما والخيرات لهما والصلاة عنهما والقرآن لهما. حتى إذا أبو الإنسان أم الإنسان ميتة، الإنسان يتمكن أن يحسن إليهما وهما في قبرهما، يقرأ لهم قرآن، يطين عنهم صدقة، ينفق عنهم إنفاق، يصلي عنهم، هذا خير
وإحسان لهما. وقولوا للناس حسنا. لا تنسوا هذا، هذا لازم الإنسان دائما يكون في ذهنه، أن يقول للناس الحسن، لسان طيب، لسان جميل، مو لسانك، إيدك أيضا تشتغل للناس، رجلك أيضا تشتغل للناس، فلوس عندك زايد صار تشتغل للناس. هذا معناه أن تقول للناس حسنا. إذا قلت للناس حسنا، الله سبحانه وتعالى ذات يوم يربي هذا الشيء ويربي 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 حتى يردك الحسن، يجيب نفس لك الحسن، يرد لك الحسن عليك. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.